مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من فيينا الاعلامي والصحفي والعراقي الاستاذ زياد السنجري. اهلا بكم استاذ زياد. بدايه، رغم القمع المستمر من قبل عناصر القبعات الزرقاء التابعه لميليشيا سرايا السلام، توافد المتظاهرون الى ساحه التحرير رفضا لمحمد علاوي وكذلك رفضا لهذا القمع الذي تقوم به ميليشيا القبعات الزرقاء. كيف تقرا استمرار المتظاهرين بهذا الزخم وكذلك استمرار القمع من قبل اصحاب القبعات الزرقاء؟ نعم، مساء الخير عليكم وعليكم مشاهديكم الكرام، أحييكم سادة الأكارم. بكل تأكيد المتظاهرين الذين خرجوا والزخم الكبير الذي جاء اليوم، المتظاهرين من كل أنحاء بغداد والطلاب الثانويات والجامعات والمعاهد وكل الأحرار في العراق الذين لا يتبعون العبيد، لا يتبعوهم ذيول إيران، جاءوا وقالوا كلمتهم اليوم مدوية بوجه الميليشيات والعصابات التابعة لمقتدى الصدر. كلنا شاهدنا كيف المتظاهرين السلميين قالوا كلمتهم أمام ميليشيات الصدر الذي أثبت وبالدليل القاطع بأنه أحد أزلام إيران في العراق، وسقط عنه قناع التمثيل الذي حاول أن يقدم نفسه كرجل دين أو تيار عروبي في العراق وقريب من المتظاهرين، بينما هو الرجل وكلنا نعلم قريب من الطغمة السياسية الفاسدة، بل هو لولا هذه الطغمة السياسية الفاسدة في العراق عبر السياسيين أو أعضاء البرلمان التابعين له وعبر الوزارات التي استحوذ عليها عبر عدد من الصفقات باع فيها كل القضايا العراقية. ولذلك المتظاهرين اليوم انتفضوا ضد هذا التيار وضد هذه الميليشيات وهذه العصابات الإجرامية. أستاذ زياد، كيف يمكن الربط بين موضوع إعلان محمد توفيق علاوي تكليفه بتشكيل الحكومة وبين انطلاق أصحاب القبعات الزرقاء التابعة لميليشيا سرايا السلام لقمع التظاهرات؟ هناك اختلاف أو خلاف حول تنصيب محمد توفيق علاوي، وكان هناك اعتراض كبير من قبل بعض القيادات داخل بيت الميليشيات الإيراني في داخل العراق. وكان هناك خطوط حمر لتولي محمد توفيق علاوي من قبل بعض القيادات التي هددت بالانسحاب، لكن مقتدى الصدر باجتماعه مع العامري أكد له بأن في حال تنصيب محمد توفيق علاوي فإنه سيقوم بتخليص الطبقة السياسية التي اهتز عرشها من قبل المتظاهرين ومن قبل السلميين في العراق، بأنه سيقوم بقمعهم عبر ميليشياته الوقحة. هذه الميليشيات هي الطرف الثالث، هذه الميليشيات هي سرايا السلام، هذه الميليشيات هي جيش المهدي، هذه الميليشيات هي القناصة. اليوم هي نفسها الميليشيات أصحاب القبعات الزرق الذين يضربون ويقتلون المتظاهرين. ولعل التقارير التي أسلفت هذه المقابلة شاهدت بأم العين كيف تم الاعتداء على الطلبة العزل وكيف تم تشخيصهم، وكيف شاهدنا إياد الزاملي أحد القيادي تيار الصدري وهو يحمل آلة حادة وسط المتظاهرين، كذلك أبو درع القيادي الكبير الذي معروف بجرائمه البشعة ضد المدنيين العراقيين أبان الحرب الطائفية التي شنتها إيران على العراق. أستاذ زياد، يعني موضوع القبعات الزرق الآن، يقول أحد الناشطين في التظاهرات أنهم دخلوا إلينا يتوددون ويحاولون أن يبينوا لنا أنهم وطنيون، لكن هذه الحقيقة، يعني ألم يعلم الجميع منذ البداية أن مقتدى الصدر راعي الميليشيات الأول كما يطلق عليه في العراق وهو المؤسس أو الأب الروحي لانطلاق هذه الميليشيات، أنه يمكن أن يكون في يوم من الأيام راعي لسلام أو لإصلاح حقيقي في العراق؟ لا يمكن لمقتدى الصدر أن يكون راعي للإصلاح أو راعي للسلام في العراق. مقتدى الصدر بنى هذه الإمبراطورية على دماء أهلنا في المحافظات العراقية وخاصة في بغداد. مقتدى الصدر ما قتل آلاف المؤلفة من الناس بحجة حماية المذهب وحماية المراقد،
مقتدى صدر من أرسل ميليشياته الوقحة لتقتل وتستحوذ على سامراء. الآن مقتدى صدر من أجهض كل الثورات والانتفاضات التي قام بها الشعب العراقي، ومن ضمنها عندما دخلوا المنطقة الخضراء، ولكنه ما قام بإجهاضها وأعطى مهلة 100 يوم للحكومة التي فشلت في تقديم شيء. مقتدى صدر نفسه اليوم يحاول تسويق محمد توفيق علاوي على أنه الشخص الذي يمكن أن يذهب العراق إلى بر الأمان، وهذا مستحيل أن يكون، كون محمد علاوي ضعيف ولا يستطيع أن يقدم شيء. مقتدى صدر هناك من فعلا انخدع به ولكنهم قلة، أما البقية فهم يعرفون بأن مقتدى الصدر هو إنسان مجرم ميليشياوي لم يستطع أن يقدم شيء للعراقيين ولن يقدم شيئا للعراقيين، كونه لا يستطيع وليس لديه الإمكانية إلا تقديم الموت والقمع والقتل للعراقيين، وهذا ما حدث منذ سنوات طويلة ويحدث الآن وشاهدناه اليوم باديا للجميع في ساحات التظاهرات وفي ساحة التحرير. ولعل انشقاق بعض الشخصيات وبعض رجال الدين من مقتدى الصدر وتياره أبسط دليل على ذلك. اليوم مقتدى الصدر يتحالف مع قادة الميليشيات الذين انشق عنه سابقا، مثل النجباء، حركة النجباء، مثل العصايب قيس الخزعلي وغيره، علما هو من ذكر بأن قيس الخزعلي من قام بقتل 1500 إنسان عندما قتل أخوه بالحرب الطائفية. إذا مقتدى ليس لديه أي تحفظ من أي نوع مقابل مصالحه ومصالح تياره ومقابل المناصب والامتيازات التي يحصل عليها، الطائرة الخاصة والسيارات الحديثة والأموال الهائلة جدا التي تذهب في جيبه وفي جيب قيادات تياره الفاسد حسب ما قال هو واتهمهم، وعلما هو من رجع إليهم، رجع إلى هذه القيادات وقام باستدعائهم مرة أخرى. أستاذ زياد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن الميليشيات في العراق ترتكب أسوأ انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتهاجم المتظاهرين السلميين. يعني الأمم المتحدة تعلم، وهذا الموضوع ليس بخفي على أحد، يعني الجميع يعلم ما الذي يحدث في العراق، لكن لماذا لا نزال نرى دورا سلبيا من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية العراقية وهم يعلمون حقيقة الأشياء؟ الأمم المتحدة ليس لديها دور سلبي في العراق، أنا أختلف معكم، كون الأمم المتحدة هي من تساعد وتقوم بالتغطية وتشريع كل ما يحدث للعراقيين. نفس هذه الأمم المتحدة تقول طرف ثالث أو تقول ميليشيات بينما لا تتهم الحكومة. نفس هذه الأمم المتحدة التقت مع قيادات التي أفتت بإنشاء تلك الميليشيات مثل السيستاني. نفس هذه الأمم المتحدة من ترعى العملية السياسية في العراق منذ سنوات وزورت النتائج وتعلم بأنها مزورة. نفس هذه الأمم المتحدة من استبدلت البيوت بالخيام. نفس هذه الأمم المتحدة من صادقت على القتل والقمع بحق العراقيين بمختلف ثوراتهم، الثورات الغربية، الثورات التي حدثت وتحدث الآن في بغداد والمحافظات. لو كان هناك دور إيجابي للأمم المتحدة لأوقفت ما يحدث الآن في العراق باجتماع الأمم المتحدة، ولكنها هي الأمم المتحدة من تقوم عبر الفاسدين الذين يتلقون المال الحرام في الأمم المتحدة بمساعدة الميليشيات على قمع المتظاهرين، وتذهب ببيانات وتخرج ببيانات خجولة جدا. أقل ما يمكن عنها أنها وصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي لم تستطع أن تقدم شيء بل شاركت في قمع المتظاهرين العراقيين. هذه هي حقيقة الأمم المتحدة. أستاذ زياد، هنا وصلت معك إلى نقطة حساسة في حديثنا، وهي قضية أنه كيف سيتعامل المتظاهرون مع آلة القمع التي يعني ترفعها الميليشيات أو تستخدمها الميليشيات والقوات الحكومية في ظل وجود دور كما تفضلت بوصفه للأمم المتحدة وكذلك للمجتمع الدولي بشكل عام. نعم، الحقيقة الأمر معقد، وأعتقد بأن المتظاهرين عليهم أن يتخذوا قرارات أكثر أهمية وأكثر مصيرية، كونهم يتعرضون لعمليات ترغيب وترهيب وابتزاز وتهديد كبير جدا، وهذا ما حدث مع
الناشط علاء الركابي، الدكتور علاء الركابي الذي تم تهديده بشرفه، وهذه معلومات موثقة جدا، وخرج في هذا البيان الذي طالب بإنشاء حزب جديد في العراق، وأصيب الكثير بالصدمة ولا يعلمون بأنه مهدد. بالمناسبة الرجل لا نعيب عليه ذلك، كونه كل واحد ممكن أن يتعرض إلى ما تعرض عليه له على الركابي، يمكن أن يقول ما قاله للأمانة، وهذه ليست من شيم الرجال أن يسلم أحدهم شرفه مقابل أن يخرج بتصريح. علينا أن نلتمس له عذرا كونه مهدد، ولذلك المتظاهرين عليهم أن يتخذوا خطوات جديدة، ولربما في الإطار السلمي، ولكن خطوات عملية لشل هذه الحكومة، لإيقاف تصدير النفط العراقي، لقطع الطرق الرئيسية الاستراتيجية بأسلوب حضاري وسلمي. وعليهم أن يتخذوا خطوات إيقاف تصدير النفط من نعم العراق، يعني تدخل دولي، يعني هناك من يسمع لنا كعراقيين. أما إبقاء الوضع عليه سلمية وقتل وقمع كل يوم، فلن ينتبه إلينا أحد، ولن تنتبه علينا أي دولة في العالم. نعم لذلك أعتقد بأن العراقيين عليهم أن يتخذوا خطوات جديدة ومهمة واستراتيجية تماشيا مع الثورة العراقية العظيمة، وإن شاء الله نتوقع في خلال هذه الأيام المقبلة تغيير في سياسة الثورة نحو السلمية، ولكن بطرق مشروعة وبطرق تستطيع أن تلفت الانتباه أكثر إلى هذه الثورة العراقية من قبل المجتمع الدولي وكل دول المنطقة وأحرار العالم. أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك.